بالصلصة ولا بالدقة؟ لا بالملوخية. بالعيش؟ لا يا عم بالرقاق. مرة واحدة على السوشيال ميديا لقينا خناقة بين الرواد على طبق الفتة اللي هو يعتبر أهم وأشهر طبق على السفرة في العيد، والجدال والخلاف بين الناس على السوشيال ميديا لما ناس قالت إيه ده؟ إزاي بتاكلوا الفتة بالصلصة؟ إزاي؟ يا إخوانا أمال هي أصلاً بتتاكل إزاي؟ أنتوا كده بتضربوا في أساسات السفرة في العيد. الجدال اللي حصل بين الناس خلانا نبص وندور ونسأل عن الفتة بتتاكل إزاي وبتتعمل إزاي، ورحنا كمان لأول ناس عملوا الفتة في التاريخ لأن الموضوع كان شاغلني بشكل شخصي بصراحة، فقلنا ندور ونسأل ويلا نشوف مع بعض. خد الكبيرة، ولا شامي ولا عثماني، تعرفوا ان الحضارة الفرعونية والمصريين كانوا من اوائل الشعوب اللي عملوا الفتة، وبيقال انه وجد نقشة اول وصفة للفتة على جدران معبد سوبك، واللي اشار الى ان كاهنة مصرية اسمها كارا ذبحت خروف وحشيته بقى برغل وبصل وزينته بالبتنجان المقلي وفتتت فيه قطع العيش واضافت ليه مرقه وتوم وخل وبصل ووزعته في عيد الاله. واشار البعض الى ان الفته كانت بتصنع من فتات الخبز مع الرز ومرقه اللحمه وكانت بتقدم للملوك. وعلى مر الزمن بقى في مصر نفسها اختلف الناس في طريقه عمل الفته باختلاف المحافظه او المكان اللي بتتعمل فيه الفته. فعندك مثلا القهرويه بياكلوا الفته عباره عن عيش ويفتتوه وعليه رز وشويه صلصه. نروح للاسكندرانيه، الاسكندرانيه بياكلوا نفس الطبق بس مش بيحطوا عليه الصلصه، بيحطوا عليه دقه، وده على فكره هو اللي فجر الازمه على السوشيال ميديا بالمناسبه. وفي ناس بتعمل الفتة وبدل ما تحط عيش بتحط رقاق بتكسره قطع صغيرة في الطبق وتحط عليه رز وصلصة. كده بقى اتكلمنا عن الفتة في أم الدنيا. لاحظنا بقى ان في دول عربية تانية عندهم انواع تاني من الفتة بيحبوا ياكلوها في العيد، زي مثلا الفتة السورية. وبتتكون الفتة السورية من التوابل والمستردة وشرايح اللحمة مع اضافة بعض المكونات الاخرى زي شرايح البصل والطماطم والبقدونس مع تقطيع العيش السوري او اللبناني وقليه في الزيت مع طبخ الرز البسمتي وإضافة بعض بهارات الكاري، وبيقدم في طبق مغطى بالعيش المقرمش والرز وطبقة من اللحم وسلطة زبادي. كلام يجوع. نروح لدولة عربية تانية برضو بتاكل الفتة في العيد وهي العراق. رحنا نتعرف على طبق فتة زميل وعرفنا الفتة العراقي بتسمى التشريب. التشريب بقى بتحضر من خلال قلي العيش وتحضير مرقة اللحمة مع إضافة التوم المهروس ووضع طبقة من الحليب الرايب فوق العيش، ثم طبقة من اللحم المقلي مع الملح والبهارات، وبعد كده بيترش على المكونات دي كلها بقدونس. بس خد بالك، كلامنا للناس اللي بتنزل في طبق الفتة ومش بتعرف تطلع منه، خدوا بالكوا لانها بتسبب بعض الاضرار زي مثلا عسر في الهضم، حموضة في المعدة، تهيج واجهاد في المعدة، تلبك معوي، اسهال او امساك، الشعور بعدم الارتياح، انتفاخات وغازات في البطن وبقاء الفضلات في المعدة لفترة طويلة. واخيرا بقى نختم كلامنا بكلام خبيرة الاتيكيت امينة شلباية لما اتكلمت عن اتيكيت اكل الفتة، وقالت تصريح برضو خلى الناس تحتار لما قالت ما تاكلوش الفتة بالمعلقة نهائي، وقالت انه الفتة بتتاكل بالشوكة والسكينة، فالشوكة بناكل بيها الرز والسكينة بنقطع بيها اللحمة لكن ما بنستخدمش المعلقة على الاطلاق. وفي النهاية اعزائي المشاهدين، كل سنة وانتم طيبين، سواء كنتوا بتاكلوا الفتة بالصلصة او بالدقة او بالشوكة او بالمعلقة، كل سنة وحضراتكم طيبين، وشكرا لكم والى اللقاء.